في تقريرنا الاقتصادي لهذا الصباح تأثير هجمات أرامكو على ترامب والاقتصاد الأمريكي وسيناريوهات المواجهة. يعتبر الكثير من المراقبين الهجوم الكبير الذي تعرضت له شركة أرامكو السعودية مؤخرا تطورا نوعيا في مسلسل تصعيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط. فقد جاء الهجوم الأخير مختلفا هذه المرة من حيث حجمه وأضراره التي وصلت إلى توقف أكثر من 50% من إنتاج النفط السعودي، وأحداث هزة في سوق النفط العالمي دفعت بأسعار النفط لتسجيل أعلى ارتفاع يومي لها منذ 30 عاما، وصاحب ذلك ارتفاع كبير لأسعار الذهب أيضا. تطورات أثارت قلق الاقتصاد العالمي بصفة عامة والاقتصاد الأمريكي بصفة خاصة، لدرجة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارع باتخاذ قرار بالموافقة على السحب من المخزون الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي في محاولة لإعادة التوازن لسوق النفط العالمي وكبح جماح ارتفاع أسعار النفط التي ستضيف الكثير من الأعباء على كاهل الاقتصاد والمواطن الأمريكي، وتحرج ترامب نفسه سياسيا اقتصاديا وتصعب من مهمة الحفاظ على مقعده بالبيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقبلة. راديو صوت العرب من أمريكا في فقرة خاصة نناقش تأثير هجمات أرامكو على ترامب والاقتصاد الأمريكي وسيناريوهات المواجهة، وفي ضيافتنا الخبير الاقتصادي نايل فالح الجوابرة لمناقشة هذه التداعيات وسيناريوهات تجاوز هذه التداعيات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والعالم. مرحبا بك أستاذ نايل الخبير الاقتصادي والمحلل في هذا الموضوع الهام معنا على أثير راديو صوت العرب من أمريكا مباشرة، تنضم إلينا من الإمارات. صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين وحياكم الله جميعا. نهار جميل في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، الشمس مشرقة والطقس معتدل. أستاذ نايل كيف هي الأجواء عندكم في الإمارات؟ والله أصبح الجو يعتدل الحمد لله، ولكن ما زال الشمس والحر موجود عندنا ما تغير، بس لأن الآن طبعا دخلنا القسم الآخر، لكن الحمد لله أفضل مما كان عليه. يعني إحنا نعتبر بعد 15-9 تكون الأجواء أفضل مما قبل ما يطلع نجم السيد. إذن فترة الحر الشديد تقريبا في الخليج أستاذ نايل هي من بداية خلينا نقول أبريل لنهاية سبتمبر ممكن نقول تقريبا، ولكن اللي يجينا من برا يقولنا انت طول السنة عندكم حر للأسف. اللي مش متعود على الحر يعتبر ان كل السنة حر، لكن طبعا الأجواء معتدلة والشمس مش انا انوه عن ذلك حتى نبطل نشتكي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الغرب عموما. أستاذ نايل، أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عودة إمدادات النفط السعودي إلى طبيعتها، وأن شركة أرامكو ستفي بكافة التزاماتها نحو عملائها خلال الشهر الجاري. أستكمل معك هذا التصريح عن طريق زيادة إنتاج النفط إلى مستوى أعلى من المعتاد، الاعتماد على مخزون النفط الذي تحتفظ به الشركة. وأوضح عبد العزيز بن سلمان في المؤتمر الصحفي الذي عقده أن المملكة ستنتج نحو 11 مليون برميل نفط يوميا في نهاية سبتمبر أيلول الجاري، كما ستنتج 12 مليون برميل يوميا قبل نهاية نوفمبر الثاني المقبل. ما مدى أهمية الهجوم الأخير أستاذ نايل على المملكة العربية السعودية ودلالته، ويعني بهذا التصريح يعني ما هو حجم أضراره على السعودية فعليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجميع كان يترقب هذا اللقاء وهذا التصريح من وزير الطاقة، وكان طبعا الكل ينتظر ما هي الأضرار وما مدى قدرة المملكة العربية السعودية على احتواء هذه الأضرار ومتى الانتهاء من هذه الأضرار. طبعا لاحظنا أن في بداية الأسبوع يوم الاثنين، طبعا الأحداث صارت يوم السبت، السبت الأحد مغلق الأسواق العالمية، يوم الاثنين افتتحت الأسواق الآسيوية على ارتفاع بقرابة 20%، وهي تعتبر أعلى ارتفاعات كما ذكرت في 30 سنة. والارتفاعات هذه وصل سعر النفط في برنت إلى 71 دولار تقريبا، إلى أن اليوم أمس بعد ما تحدث وزير الطاقة السعودي اتجهت إلى الانخفاضات. طبعا هذه احتوت جميع الأوضاع التي كانت تقول أن المملكة العربية السعودية كم قدرتها على الاحتواء، أيضا كم قدرتها على الانتاج، ولا ننسى أن هناك تصاريح عدة في الأسواق العالمية، هل تقدر المملكة أن إعادة هذا الإنتاج أو لديها القدرة لإنتاجها وإلى مستهلكين النفط إن كان في آسيا أو غير آسيا إلى استحواء هذه طبعا العملية الإرهابية التي حدثت على المملكة العربية السعودية. كما ذكرتي أن
11 مليون برميل وفي نوفمبر 12 مليون برميل، إلا أن المملكة العربية السعودية تصدر يوميا 9 مليون برميل، وهذه الاحتواء للوصول للحد الأقصى أي أن هناك سوف تكون إنتاج من حقول أخرى غير الحقول التي ضربت أو المعامل التي ضربت في المملكة العربية السعودية، وهذا سوف يؤدي إلى أن يكون هناك إنتاج فائض في المملكة والتخزين إلى المدى البعيد. هي كانت الاستباقية أو كيفية احتواء شركة أرامكو إلى هذا الحدث الكبير، أو إذا كان هناك أحداث إرهابية أخرى على هذه الشركة، ولا ننسى أن كانت في 2012 أحداث أكبر من ذلك واحتوتها طبعا شركة أرامكو والمملكة العربية السعودية. إذن ترى أن المملكة العربية السعودية تجاوزت أثار هذا الهجوم سريعا أستاذ نايل، ويعني هل ترى هذا واقعا فعليا؟ بكل تأكيد الواقع الفعلي نلاحظه بالأرقام، ليست بالنسبة إلى خلنا نقول إنه عبارة عن تصاريح من البلد نفسها، هي عبارة عن أرقام. ارتفاع الأسعار في أسعار الجنونية يوم الاثنين إلى 20% وانخفاضها يوم أمس إلى 8% تقريبا، هي تعتبر هذه هي احتوائها على المملكة. البواخر التي كانت تصدر وخاصة يوم أمس 8 بواخر تصدرت مرة أخرى إلى الأسواق العالمية، وهذا دليل على أن المملكة العربية السعودية احتوت خلال 7 ساعات 10 حرائق في 10 أماكن في البقيق، وفي بقيق خاصة اللي هي تعتبر أكبر مكان لتصدير النفط، وهي تعتبر أكثر احتواء للنفط في عملية تعتبر نوعية بالنسبة إلى شركة أرامكو، واحتوائي على هذا يعتبر أن الشركة قادرة على الاستجابة السريعة إلى أي خطر على أماكن النفط أو بئر النفط. المعايير السلامة التي تتخذها طبعا الشركة هي ما جعلت الشركة اتجاهها إلى التصدير. هل أنها احتوت؟ بكل تأكيد احتوت بسبب الأرقام وانخفاضها بشكل سريع، لكن ما زالت الأسواق تحتسب اللي هي المخاطر الجيوسياسية، هي ما بعد الضرب، لأن إلى الآن نتكلم اقتصاديا، الآن بعد ذلك اليوم سوف تصرح المملكة العربية السعودية كيفية عمليات الضربة ومن أين أتت هذه الضربة بالتحديد على هذا الموقع. نعم أستاذ نايل، يعني هل ترى سيتم تأجيل طرح أسهم شركة أرامكو إذن بعد هذه الهجمات؟ ما أعتقد أن يكون هناك تأجيل، وقد صرحوا يوم أمس أن يكون هناك استمرارية للإنتاج، لأن تعتبر شركة عالمية شركة أرامكو، وهي مستهدفة في كل يوم لأنها من الشركات العالمية في تصدير النفط، وأرباحها خيالية بالنسبة لكل سنة عن السنة التي قبلها. تصرح يوم أمس أن يكون هناك خلال 12 شهر الطرح الأولي بالنسبة لهذه الشركة في الأسواق، وتوقع أن تكون الأسواق العالمية، والطلب عليها المتزايد هو ما يجعلها أن يكون هناك طرحها بشكل سريع جدا بالنسبة الإقبال الفائق التي عليها اتجاه إلى البنوك أو اتجاه إلى شركات المالية لكي يكون هناك طرح على أسرع. ما أعتقد أن يكون بشكل سريع جدا، لكن يكون بشكل جذاب أكثر من قبل مناطق معينة في العالم، حتى تكون أنها شركة عالمية بكل تأكيد على، وهذا الاحتواء للضربتين التي اتجهت إليها بكل تأكيد سوف يكون عليها الطلب متزايد على هذه الأسهم. أعود إلى تصريحات وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، قال إن الهجمات المتكررة تؤثر على كافة إمدادات النفط في العالم، واصفا الاعتداءات المتكررة على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية بأنها تؤثر على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. ما هو حجم أضراره على الاقتصاد والنفط العالمي أستاذ نايل، وهل التأثير قصير المدى أم طويل المدى برأيك؟ بالنسبة للضربة هي تعتبر قصيرة، ولاحظنا عليها الأرقام، لكن تعتبر أي ضربة أو خلل من النفط أو تصدير النفط تعتبر بكل تأكيد يشكل خطر كبير على جميع الدول، إن كانت النامية أو إن كانت الصناعية، لا ننسى أنها تحتاج للنفط بشكل كبير. كان في الأيام السابقة والأشهر السابقة كنا نتحدث أن هناك تخمة بالمعروض، والسبب أن هناك الحرب التجارية، والناتج الصناعي للدول العالم إن كان في أوروبا أو كان في أمريكا أو في الصين هو ما أثر بشكل سلبي، والطلب الأقل مما كان عليه في السابق هو ما جعل تخمة أكثر في المعروض بالنسبة إلى النفط. دائما إذا كانت هناك أي خلل بالنسبة إلى أسعار النفط بكل تأكيد سوف تؤثر على جميع الدول مهما كانت وضعيتها. النفط يدخل بجميع المنتجات يعتبر، ويعتبر حيوي جدا، ولا ننسى أن الناقلات إذا كان هناك أي خلل بها كما حدث في السابق يعتبر وقتي. الذي حدث في ضرب الموقعين لأرامكو هي كانت أخبار وقتية، نلاحظ أنها الآن لم ننتهي من هذا الأسبوع، وأن الأسعار قد انخفضت وعادت، ويعتبر السعر ما زال مرتفعا عما انتهت عليه يوم الجمعة الماضي، إلى أن
احتواء اعتبر اللي هي تعتبر الضربه من الناحيه الاقتصاديه احتواء كبير الى هذه الشركه، ورجاء الاسعار الى قريبه مما كانت عليه هي بفضل هي شركه ارامكو. بقيق تنتج 2 مليون برميل حاليا، هذا ما صرح اليك ايضا الوزير الطاقه، والعوده الى ما كانت تنتج عليه ما قبل الضربه الى 4.9 مليون برميل في نهايه سبتمبر، وبقيق تعتبر يعني انتاجها اليومي تقريبا 7 مليون الى الحد الاقصى من هذه الانتاجيه النفطيه، يعني مكانتها بمكانه بقيق من الناحيه النفطيه تعتبر منطقه عالميه، وتعتبر الان احتوائها هي ما جعل ان يكون هناك تصدير للنفط مره اخرى لهذا اليوم، والناقلات ما زالت نلاحظها ان هناك طلب على النفط، وهو الطلب المتزايد على النفط ان كان من المملكه العربيه السعوديه او غيره، يعتبر انخفاض اسعاره ان كان من برنت او دبليو تي اي. لم يوجه وزير الطاقة السعودي أي اتهامات لأي جهة بالضلوع، وكما أشرت حضرتك أنه سيكون إعلان ربما اليوم عن المسؤول، تحديد المسؤول عن تلك الهجمات. برأيك هل انتقل الصراع من سياسي وأمني إلى صراع اقتصادي؟ بكل تأكيد. لا ننسى أن هذه الورقة التي دائما تلعب بها اللي هي إيران، دائما كانت تلعب بالنفط، وقال الوزير الإيراني أن إذا لم نصدر النفط فلن تتجه أي دولة إلى تصدير النفط، اي دوله تصدر نفط، هو يقصد الخليج، انها لن تصدر اي برميل نفط. الضغط الذي حدث من اللي هو الاقتصاد الايراني انه في خنقه فعلا، وان هناك اتجاه بعد العقوبات الامريكيه هو الان مخنوق جدا، ولكن يتجه الى هذه الضربات حتى يقوم برفع الاسعار بالنسبه لاسعار النفط. هو يقوم بالتصدير ولكن بكميات قليله جدا مما كان عليه في السابق، هو يتجه الى ان يكون هناك او خاصه الى الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر متضامنا بعض الشيء معه، ان يكون هناك طلب على ان يكون هناك رفع العقوبات من الولايات المتحده الامريكيه وعوده النفط الايراني الى السوق. اتجاه هذه الامور كما كان في السابق في الاشهر الماضيه ضرب الناقلات، الان يتجه الى ضرب المواقع، وتوقع ان يكون اتجاهه هذا لضرب المواقع فقط لرفع اسعار النفط حتى يكون هو المستفيد الاول لتصدير نفطه الايراني. لا شك أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية كان واضحا وداعما إلى المملكة العربية السعودية في تصريحات يعني وصفت بأنها الحليف الرئيسي لأمريكا، وأنهم لن يسمحوا باستهداف منابع النفط. ولكن هناك تباين في هذا الموضوع أستاذ نايل، يعني في صقور الكونغرس مثلا السناتور الجمهوري ليندي غرينهام قال أن العمل هو عمل حربي، واصفا الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نفطية سعودية، في حين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ حذرا وأنه يفضل انتظار تأكيدات حول كيفية حصول الهجوم والتشاور مع الرياض. إذن ماذا لو نشبت الحرب في المنطقة؟ هل ستكون مؤسسات النفط أهدافا مباشرة لها؟ بكل تأكيد، وهذا ما تسعى إليه الدول المخربة أقصد بها إيران وأتباعها. يعني لاحظنا بالسابق ضرب ايضا انابيب بالسابق والناقلات النفطيه هي ما تتجه اليها الى التخريب في المنطقه، وليس الاتجاه الان ولكن الاتجاه الى الحرب بشكل كبير. دائما كما ذكرت ان الحليف الامريكي وهي في المنطقه، هناك طبعا نوعان من النفط، ان كان النفط اللي في دولنا في دول الخليج او ان كان النفط الصخري. النفط الصخري يعتمد على يعني اشياء متطوره او اليات متطوره حتى استخراج هذا النفط، ويكلف الكثير من الاموال لاستخراجه. النفط اللي في دول الخليج يعتبر نفط استخراجه اسهل من النفط الصخري بشكل كبير، وهذا ما يتجه عليه الاسعار. لاحظنا ارتفاع الأسعار عند إعلان الخبر مباشرة، أي أن بعد فتح السوق مباشرة، هذا دليل على أن مكانة النفط خلينا نقول السعودي أو الدول الخليج يعتبر مكانته قوية. الاتجاه إلى الحرب دائما إلى التخريب وليس إلى اتجاه إلى الحرب لكي يكون هناك شيء متقدم. لسبب كبير اتجهت إيران في السابق وقبلها وحتى في حرب العراق اتجهت إلى ضرب الناقلات، وكانت الناقلات أيضا التي تخرج من الكويت في 89 كانت تخرج أيضا بالعلم الأمريكي، لذلك لم تضرب. جميع الناقلات أو جميع السفن التي كانت تخرج في هذيك السابق كانت ترفع العلم الأمريكي، لذلك لم يكن هناك ضرر كبير على النفط. دائما تتجه
للأسف إيران إلى التخريب، والتخريب بسبب بالنفط هي يعتبر عامل رئيسي وعامل جذاب بالنسبة إلى منطقتنا ودول الخليج بشكل خاص. في تصريح لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قال أن الولايات المتحدة الأمريكية على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها وحلفائها في الشرق الأوسط. البنتاغون تحدث صراحة عن تكلفة الحرب. ترامب طلب من السعودية تحمل تكلفة حمايتها، كما ألمح إلى معانته أمريكا اقتصاديا جراء تورطها في الحروب السابقة. كيف ترى ذلك أستاذ نايل؟ بكل تأكيد إذا كان هناك حرب أكيد سوف تطول على الكل، لأن أسعار النفط لن تطول على فقط على دول الخليج، ولا وإذا كانت هناك خلينا نقول تدخل الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي بكل تأكيد سوف يدخل بالنسبة إلى التحالف. لذلك لم تشن ضربات أمريكية لم تشن من قبل بعدما أسقطت الطائرة في المياه الإقليمية، ودائما كانت تذكر أن لن نقوم بحرب فردية سوف نقوم بحرب جماعية. لذلك الآن الإعلان الترقب للإعلام من المملكة العربية السعودية كيفية الضربة وكيفية اتجاه هذه الضربة والعوامل التي ساعدت على هذه الضربة إن كانت من أتباع إلى إيران أو إيران مباشرة، أكيد سوف يكون هناك لمجلس الأمن مكانة ويكون هناك اتحاد بالنسبة إلى ضرب هذه تعتبر ضرب إلى المصالح الاقتصاد العالمي وليس الضرب إلى الاقتصاد السعودي. لأن أسعار النفط تحدثنا بكل شفافية، عند ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير سوف نكون المستفيدين، لأن أسعار النفط كل ما كانت زادت سوف يدخل في الناتج المحلي وسوف يكون هناك عوائد إضافية بالنسبة إذا كان 100 دولار أو أكثر من 100 دولار، لكن سوف تخسر بشكل كبير هي الدول الصناعية والدول الكبرى بشكل كبير، لأن الأسعار سوف تكون عليها باهظة الثمن ونقلها سوف يكون أيضا باهظ الثمن، كما شاهدنا في الناقلات عند رفع أسعار التأمين بشكل كبير ورفع أيضا النقل من دول الخليج إلى الخارج بسبب الأوضاع كانت الأوضاع الإقليم والأوضاع الجيوسياسية بشكل خاص. أعود معك إلى الاقتصاد الأمريكي أستاذ نايل، هل الاقتصاد الأمريكي قادر على تحمل تبعات نشوب مثل هذه الحرب أو التورط فيها، وهل الحل في إجراءات اقتصادية عالمية لتجاوز تداعيات الهجوم أم إجراءات سياسية لمواجهة أسبابه؟ بكل تأكيد هي مواجهات سياسية، طبعا السياسة والاقتصاد هي وجهان. هل ترى أن الاقتصاد الأمريكي قادر على هذه التبعات أستاذ نايل؟ بكل تأكيد إذا كان هناك حرب بكل تأكيد لن تكون فقط على الولايات المتحدة الأمريكية، سوف يكون هناك اتجاه من الكل، أي أن ليس الاقتصاد الأمريكي فقط، على كل الاقتصاديات أكيد سوف تتضرر بشكل كبير بالنسبة إلى الحرب، لأن سوف يكون هناك هجمات متتابعة. لذلك اتجه الرئيس ترامب أن لن يكون هناك اتجاه من طرف واحد ويقصد فيها الولايات المتحدة الأمريكية. الاقتصاد الأمريكي في نمو ونمو مستمر، ولاحظنا على ذلك أن وجود الأرقام المتتالية بعدما كان هناك انتخاب دونالد ترامب وهناك عودة الدولار الأمريكي كما ذكرنا في السابق، وهذا دليل على أن الاقتصاد الأمريكي في تطور وتقدم بالنسبة إلى الداخلي. إذا كان هناك أي نشوب أي حرب أو فتيل هذه الحرب كل تأكيد الكل سوف يكون خسران، لأن هناك اتجاه ليست على الولايات المتحدة الأمريكية أو الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية، سوف يكون هناك على جميع الاقتصاديات، لأن هناك سوف يوقف النفط أو خروج النفط بشكل كبير كما كان بالسابق، وتوقع أن يكون هناك إذا نشوب حرب سوف يوصل برميل النفط أكثر من 200 دولار، وهذا إذن كيف سينعكس ذلك كيف سينعكس ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد والمواطن العادي في أمريكا؟ دعني أركز على أمريكا الآن معك أستاذ نايل، كيف سينعكس ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد والمواطن العادي في أمريكا؟ هل ترى هناك انعكاس كبير؟ لا، لأنه الإنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد الآن على نفطها بشكل كبير، ليس بالنفط الخارجي ولكن تعتمد على نفطها بشكل أكبر وهو النفط الصخري. اتجاه طبعا الاقتصاد أكيد سوف تتأثر، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تستورد من الخارج، والاستيراد طبعا سوف يكلفها الكثير لأن هناك النقل سوف يكون أكثر مكان عليه. لو تحدثنا على المواطن الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد سوف يتأثر، لأنه هو إذا كان مشارك طبعا بالحرب سوف يتأثر بسبب اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية للحرب بسبب الجنود الموجودين وأيضا قطع السلاح الموجودة في المياه، وهذا سوف يؤثر على المواطن بالنسبة إلى الناتج المحلي. هذا التأثير سوف يكون له تأثير سلبي، لكن إذا كان التأثير سلبي لن يكون فقط على الولايات المتحدة الأمريكية، نركز أن هناك تأثير سلبي على الكل.
مهما كانت هناك دخول الولايات المتحدة الأمريكية إن كانت بصراعات سابقة أو إن كان على الاقتصاد الأمريكي تأثر بشكل سلبي جميع الاقتصاديات، لأن الجميع مرتبط بالدولار الأمريكي. إذا كان هناك أي ضرر لن تتأثر فقط الولايات المتحدة الأمريكية، لكن سوف يتأثر العالم بشكل كبير، لأن ارتباط العملة وأيضا التحويلات ما زالت مرتبطة بالسوفت وير الأمريكي. الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى نفط وغاز الشرق الأوسط، هكذا قال الرئيس دونالد ترامب، معتمدا في ذلك على حقيقة أن الولايات المتحدة باتت أكبر منتج للطاقة في العالم. هل أصبحت أمريكا فعلا في غنى عن نفط الشرق الأوسط كما قال الرئيس دونالد ترامب أستاذ نايل، ولماذا؟ ما أعتقد أنه مش محتاج النفط خلينا نقول الخليجي بشكل خاص أو الشرق الأوسط، لأنه الاعتماد على النفط خلينا نقول الصخري بشكل كبير لن تعتمد عليه الصناعات جميعها حتى وقتنا الحالي، وأن هناك عوائق كبيرة بالنسبة إلى النفط الصخري واستخراجه. خلينا نعتمد بالنسبة إلى الأرقام، إذا كان هناك الإنتاج متزايد لكن لن يكون هناك الإنتاج متزايد إلى فترة طويلة جدا. لاحظنا أن هناك إغلاق بعض خلينا نقول بعض الحقول في الفترة الماضية وفتح حقول أخرى، هي تعتمد بالنسبة على خلينا نقول الإنتاج أو كيفية الإنتاج في هذه الحقول. دائما النفط يعتمد بالنسبة إلى الاستيراد والتصدير بشكل كبير. إذا لم يحتاج النفط خلينا نقول الخليجي الرئيسي الأمريكي ترامب ويحتاج إلى نفطه الخاص، لن أعتقد أن يكون هناك تخمة بالمعروض أكثر من ذلك، وسوف تكون أسعار النفط كما ذكر الرئيس الأمريكي عند $10 كما شاهدناه في السبعينات، لكن ما زالت الأسعار مرتفعة، والسبب الطلب المتزايد على النفط. النفط الخام في برنت تعتبر أغلى من WTI اللي هو تصدره أمريكا تقريبا ب$6 إلى $7. المستهلك خلينا نقول المستهلك للدول تحتاج دائما إلى الرخص أو كيفية الوصول إلى أرخص الأسعار. بهذه الطريقة أعتقد أن كان هناك تصدير كبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن إلى الآن لم تصل إلى الحد الأقصى الحد الأقصى إلى التصدير أو الحد الأقصى إلى إنتاجية هذا النفط الصخري وتصديره إلى العالم، حتى يكون لي محتاجين أكثر من النفط الصخري أكثر من النفط العادي. دائما استخراج النفط الصخري يكون أغلى بكثير من النفط العادي، لذلك نشهد أن هذا الفارق الأسعار بين WTI وبرنت بشكل كبير ودائم. يعني أي أحداث تتجه من في أوضاع جيوسياسية تؤثر على النفط الصخري في منطقتنا، عفوا النفط العادي اللي هو برنت، بشكل كبير جدا كما شاهدناه في الأيام الماضية، إن كان من المضيق أو إن كان ضرب الناقلات، تأثر بشكل مباشر وجدا على أسعار النفط، وتأثرت أيضا WTI بشكل مباشر أيضا وانخفاضه مع اللي هو أسعار برنت. تساءل بعض المحللين الاقتصاديين أستاذ نايل، هل أزاحت أمريكا السعودية عن عرشها كأكبر مصدر للنفط في العالم؟ يعني بحسب ضم لوزارة الطاقة الأمريكية تمتلك الولايات المتحدة أكبر كميات للاحتياطي النفطي في SPR، والتي وصلت حتى منتصف سبتمبر الحالي إلى 645 مليون برميل. طيب إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أزاحت السعودية، لا، لكن نلاحظ أن الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية دائما مرتفع لكن التصدير ما زال منخفض. لو لاحظنا لو اتجهنا إلى المملكة العربية السعودية، الإنتاج ما زال نفس ما هو مثل السابق، ويزيد إلى الآن سوف تزيد إلى 12 مليون برميل يوميا، والتصدير ما زال كما هو، وهي المتحكمة تعتبر عند الاجتماع النهائي من اللي هي تعتبر الأوبك بلس، تعتبر الاجتماع وهي كانت القائدة بالنسبة إلى أسعار النفط واستقرار أسعار النفط. دائما نحن نقول أن هناك زيادة بالإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية، صحيح في زيادة بالإنتاج، ودائما نكررها أن اجتماع أوبك وأوبك بلس لازم أن تكون هناك اجتماع مع بعضهم أيضا اللي هو النفط الصخري في جميع أنحاء العالم، حتى تكون هناك موازنة فعلا للأرقام السعرية، لأن في الفترة القادمة إذا كان هناك زيادة بالإنتاج من النفط الصخري سوف يكون هناك ضرر على أسعار النفط في المستقبل، ليست فقط على أسعار برنت ولكن على أسعار أيضا WTI اللي هو يعتبر الخفيف. هناك فرق بين النفط والنفط الآخر، وأن هناك مكونات داخل النفط تعتمد عليها بعض المصانع، وهذا الاعتماد ما تجعل انه اسعار برنت دائما اعلى من اسعار WTI. مهما كانت هناك انتاجية اكثر في الولايات المتحدة الامريكية، لا ننسى ان عدم اجتماعهم مع بعضهم اتوقع ان تكون هناك ضرر كبير الى اسعار النفط والانتاجية بالنسبة الى جميع
المنطقة اللي هي تعتبر العالم وليس فقط إن كان في الخليج أو الولايات المتحدة الأمريكية. لدينا 3 دقائق أستاذ نايل، يعني لدي سؤال أخير، كيف تقيم قرار الموافقة على السحب من الاحتياط الاستراتيجي الأمريكي؟ هل هو قرار سياسي أم اقتصادي؟ هل سيختلط السياسي بالاقتصادي خلال الفترة المقبلة؟ ماذا عن التوقيت؟ وهل يدرك منفذو الهجوم حساسية ذلك بالنسبة للرئيس ترامب؟ يعني نبدأ معك من تقييم القرار الموافقة على السحب من الاحتياطي، هل هو قرار سياسي أم اقتصادي؟ قرار سياسي بشكل كبير. لا، دائما السياسة والاقتصاد مرتبطين ببعض. عندما اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية وقالت أن يكون هناك، يعني لاحظنا هناك في الاجتماع في الأخبار العالمية أن هناك أوبك سوف تكون لديها اجتماع طارئ، اثنين سوف يكون هناك ضخ من النفط الصخري الامريكي، وهذا اثر بشكل كبير على نفسيات المتعامل ولاحظنا الارتفاعات الكبيره بالنسبه الى اسعار النفط. اذا تحدثنا عن ان المملكه العربيه السعوديه قالت لم يكن هناك اي اجتماع قادم بالنسبه لاوبك واوبك بلس، لان كانوا مجتمعين من قبل اسبوعين وحددوا الاتفاقيات التي كانت عليها في السابق. بالنسبه الى النفط الصخري اذا كان هناك دخوله بالنسبه كي يعوض عن النفط السعودي، فهذا سوف يحدث بلبله كبيره بالنسبه الى اسعار النفط والمستهلكين بشكل كبير، لان في الفتره الماضيه كانوا بالنسبه للانتاج او كنا نتكلم عن تخمه المعروض، دائما الدول كانت تتجه الى ليست الانتاجيه ولكن الى المستهلكين او الدول التي سوف تتخذ الاستهلاك، مثلا من المملكه العربيه السعوديه، من الامارات، من الكويت، سوف تتخذ اجراءات محددة وإنتاجية معينة بالنسبة إلى هذه الدول. وطبعا المملكة العربية السعودية بعد انخفاضات التي شهدها أسعار النفط عند 28 دولار اتجهت المملكة اللي هو أوبك وأوبك بلس إلى أن يكون هناك تحديد للإنتاجية والتصدير بالنسبة إلى كل دولة من داخل أوبك وخارج أوبك. إذا كان هناك دخول النفط الصخري سوف يحدث بلبلة كبيرة، وسوف يكون هناك إنتاج من دول أخرى إن كان من الدول داخل أوبك أو من خارج أوبك، وسوف يكون هناك طبعا أسعار متدنية جدا كما قلت لك، أن يكون يمكن عند 10 دولار لو دخل هذا النفط مرة، بدخل النفط الأمريكي في مكان النفط السعودي أو في مكان دخوله إلى الدول المستهلكة من المملكة العربية السعودية. أستاذ نايل، يأتي هذا الهجوم يعني في فترة حساسة بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، كما تعلم نحن مقبلين على انتخابات، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على قرارات الرئيس الأمريكي برأيك؟ طبعا كما ذكرت أنه هل إن لها أمور أو تبعيات، الذي قام بهذه الضربة أكيد لها تبعيات كبيرة، أولا اتجاه أسعار النفط، ثانيا بالنسبة للرئيس الأمريكي، والسبب أن العقوبات عليه وخاصة وأنا أقصد إيران، أن هناك عقوبات قوية حدثت على إيران بعد طبعا الخنق الاقتصادي التي اتجه إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدم تصدير النفط من إيران. الخنق هذا أدى إلى أن يكون هناك ضرب في أي مكان أو في أي زمان، وفي تحديدا للمواقع الاستراتيجية، يعني هذه تعتبر مواقع استراتيجية وحيوية قامت إن كان من قبل إيران مباشرة أو من قبل أتباع إيران لاتجاه إلى أن يكون هناك أن موجودين نحن في المنطقة. الأسعار دائما يريدوا أن يلعبوا فيها إلى ارتفاع، وخاصة نظرة إلى الاتحاد الأوروبي، ولا ننسى أن الرئيس الذي قام بخنقهم يريد أن يزيحوه عن السلطة، ليأتي واحد يأتي إليهم واحد إنه يمشي كلامهم معه. أستاذ نايل الجوابرة، تأثير هجمات أرامكو على ترامب والاقتصاد الأمريكي، سيناريوهات المواجهة، الخبير الاقتصادي الأستاذ نايل فالح الجوابرة، شكرا لك على هذه الإضاءة، كنت معنا مباشرة من الإمارات، تحياتي لك.